انتوا عارفين اوحش حاجه ايه؟ ان انا اقول لك فاكر اخر هديه من ربنا وما تفتكرش. لا اصل حاجه من الاثنين، هو ما يبعتلكش هدايا ولا ايه؟ وزعلان منك؟ لا ده 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 انا اجري واصالحه واستغفره. مفيش هدايا؟ يمكن ما كانش انا شايفها برضه. اه دي ايه؟ ما انا لسه انا جاي لك، وانت جبتها الاول، ودي الاصعب. او عمال يديك هدايا وانت مش شايف، بس دي وحشه اكتر دي. يا جماعه انا جبت لك يا عاصم هديه، ساعه برضه كويس، خدتها مني وقمت راميها وما شكرتش عليها وما فرحتش بيها، اديك هديه تاني ليه؟ اوعى يا جماعه يكون بيبعت لك هدايا وما بتشكروش عليها. اذا كانت الرحله دي هبه من الله، اوعى ترجع منها ما تشكروش، والشكر انك تستمر في عمل الخير. ازاي اشكر الوهاب على هباته؟ اعملوا آل داوود شكرا. يعني ايه الايه؟ عايزين تشكروني اعملوا حاجات حلوه. ايه ده؟ اه ربنا بيقول لنا انا عايز الشكر العملي، انا عايز حاجه براق، يعني مش كلام. اعملوا آل داوود شكرا، خلوا الشكر بتاعكم عمل، عمل خير. يبقى الرزق انت بتسعى قبل الرزق، الهبه انت بتسعى بعد الهبه، لان الرزق انت بتسعى عشان ربنا يرزقك، هو امرك بكده. طيب جات لك الهديه تسعى بعديها، يبقى جات لك ليله القدر، يبقى انا مكمل معاك يا رب. يبقى جات لك الرحله دي يا ابراهيم، يا رب انا مش هرجع هوقف ذكر، انا هكمل معاك الذكر. لو اداك هديه اوعى تفرط فيها واشكره عليها. ليه؟ انتظر هدايا كتير بقى. ايه ده؟ هو ربنا بيتعامل معانا بالسهوله دي ازاي؟ احنا ما كناش فاهمين ربنا كده. والله هو كده، بس التشدد والتطرف خلى الناس تبعدنا عن ربنا ويخلونا نخاف ونحس ان التعامل مع ربنا كله خوف ورعب، وربنا حنين قوي وبيطبطب علينا قوي. ده العشر ايام دي كلها حنيه. خدوا الليله دي. الوهاب. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فاحنا وجودنا في الحياه اصلا هبه من ربنا. يا سلام يا عاصم، عاصم بقى جامد قوي. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فاحنا وجودنا بقى هبه من الله. صح، انت وجودك هبه. انت بص على الكائنات اللي حواليك، انت كان ممكن تكون حاجه زي كده او مش موجود اصلا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ايوه جه علي يوم لم اكن شيئا مذكورا. انت هبه من الله، عشان كده لا يمكن يجي الخلفه في القران الا معها كلمه الهبه. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. رب هب لي من لدنك ذريه طيبه. ايه ده؟ ووهبنا له ايه ده؟ ده يحيى. ده دايما تيجي بكلمه، والنبي لما يبارك لواحد خلف يقول له بورك في الموهوب وشكرت الواهب. في حاجه اخيره لها علاقه باسم الله الوهاب، موهبتك هبه من الوهاب. شفتوا؟ بص شفتوا اسماء الله الحسنى؟ شفتوا الكون كله متربط باسماء الله الحسنى ازاي؟ موهبتك ايه؟ دي هبه من الوهاب، اوعى تستخدميها في معصيه الله. صوتك حلو، اوعى تستخدمه في افساد الناس، غني غنى حلو. موهبتك ايه؟ الرسم، ارسم اللي يحبب الناس في الخير. موهبتك ايه؟ لعب الكوره، خليك مثل كويس. موهبتك ايه؟ مهندس شاطر ذكي، ابني اللي يعمر الارض ويبنيها. دكتور، عالج الناس. اوعى تستخدم موهبتك، يديك هبه تستخدمها في اللي يغضبه. طب شوف هيحصل لك ايه بقى. يديكي شكل حلو فتبوظي الدنيا،